مشاركة اللي عنده عنده علاقة بالدكتور الشهير تازي، للأسف اللي كان ملقب بطبيب الفقراء. الموضوع اللي خلق واحد الضجة في المغرب هذه تقريبا أسبوع، والأخبار متداولة. يوم أمس يعني تم معرفة المعنيين بالأمر شكون هما، فكانت مفاجأة هو أن طبيب الفقراء الدكتور تازي والزوجة ديالو متورطين في عملية اختلاس أموال أو تبرعات وتزوير كذلك. فغادي نقرأ لكم مشاهدي قناة شوف تي في بلاغ حيث مشاهدي قناة شوف تي في تم اعتقال 5 أشخاص تم اعتقال 5 أشخاص وإيداعهم السجن المحلي عكاشة بعين السبع في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير والاستعمال في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية بالمصحة التابعة لطبيب تجميل الشهير حسن التازي. وأوضحت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بكل من عبد الرزاق تاء مسؤول إداري أخ طبيب التجميل المعروف، وأمينة نقطة فاء التي تعمل ممرضة رئيسية، وزينب باء وسيطة، ومونيا باء زوجة الطبيب المسؤولة المالية بالمصحة المتهمة بالتلاعب بالفواتير، بالإضافة إلى الجراح مالك المصحة. ووفق مصادر خاصة فإن زوجة الدكتور حسن تازي كانت تتلقى أزيد من 20 مليون سنتيم بشكل يومي من محسنين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يمتلكها الدكتور الحسن تازي، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مهمة. وحاولت زوجة التازي التملص من مسؤوليتها وادعاء معاناتها من أعراض نفسية وعقلية لحظة إيقافها والتحقيق معها، ويتابع في حالة صراح كل من فاطمة ك وفاطمة ح وسعيدة عين وجميعهم مستخدمات بالمصحة. ووفق بلاغ مديرية الأمن أمس الأحد فإن الأبحاث والتحريات المكثفة التي بشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية وهي زوجة الجراح الدكتور التازي المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين على مواقع التواصل الاجتماعي والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السبت 8 أشخاص من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات. إذا للأسف محبي ومتابعي الدكتور تازي دكتور تجميل الشهير بالمغرب وبالعالم العربي، لأن ياما فنانين عرب جاءوا من بلدان عربية لمدينة الدار البيضاء وبالأخص مصحة تازي لتلقي أو للقيام بعملية تجميل. فالجميع كان كيقول بأن الدكتور تازي هو طبيب الفقراء، وياما ناس نادوا بأن الدكتور تازي يكون وزير ديال الصحة، ولكن للأسف 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 المال موجود، الفلوس موجودة،
العائلة سميني عائلة عريقة، عائلة كبيرة، أشنو وقع حتى خلاو هاد الناس أنهم يستعملوا تزوير ويختلسوا مبالغ تبرعوا بها محسنين من أجل علاج بعض الأسر المعوزة؟ مثلا كتلقى وحدة الزوج ديالها شرملة، يعني ضرب لها الوجه ديالها، الله أكبر. فكيمشيو عند الدكتور التازي، كيقوم بعملية تجميل يعني بالمجان، راه واحد شوية باش كتعطيك كتلمع الصورة ديالك، كدير واحد إشهار لراسك. صحيح راه أنه قام بعملية بالمجان لبعض الأسر، ولكن ملي كنشوفوا هذا البلاغ كنفهموا بأن كاين واحد النقطة ديال تلميع الصورة بأنني كندير الخير، بأنني طبيب الفقراء، ولكن هذا البلاغ وهذه الحقيقة اللي سردنا عليكم واللي غادي نعاودوا نتكلموا فيها الان، فكتبين كل شيء. لانني كاينين تجار مخدرات، يعني بعيد على هذا الموضوع ديال الدكتور تازي، كاينين تجار مخدرات يعني كيبيضوا الاموال ديالهم، فاش كيستعملوا كيديروا شركات، كيديروا واحد الجمعيات خيريه، كتشوفوا ما كتعطيش فيه، ما عمرك ما غادي تفكر فيه، ولكن هو تاجر مخدرات للاسف. فالدكتور تازي هو طبيب ديال التجميل، من اشهر الاطباء ديال التجميل في العالم العربي، ماشي فقط في المغرب، عنده شهره كبيره. اللي وقع هو انه تورط هو والزوجه ديالو وبعض العاملين معه في مصحه التازي الشهيره امام مستشفى 20 غشت، هادو كاملين تورطوا، يعني 5 الاشخاص، زيد على ذلك الدكتور تازي والزوجه ديالو. للاسف ما تمنيناش لهم، ولكن هذا واقع. البحر كيقول هل من مزيد، فالناس ربما ما عرفتش، ما بغيتش نقول الناس طمعوا، الفلوس كتعمي الطمع طاعون، ما عرفتش كيفاش غادي نقول. فغادي نعاود نقرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، غادي نعاود نقرا لكم هذا الخبر اللي كيتعلق بتوقيف دكتور تازي من طرف رجال الأمن، حيث أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمر يوم الاثنين البارح بإحالة 5 أشخاص في حالة اعتقال على السجن المحلي عكاشة بعين سبع في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي علاجات طبية بالمصحة التابعة لطبيب التجميل الشهير حسن تازي. إذا الكل كيتواجد الآن في عكاشة، سجن عكاشة بعين سبع. وأوضحت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بكل من عبد الرزاق تاء مسؤول إداري أخ طبيب التجميل المعروف، وأمينة فاء. ملي كنقولوا فاء ولا تاء، فهذو كيكونوا البداية ديال الاسم العائلي ديالهم، يعني باش ما يكونش تشهير. قلنا وأمينة فاء التي تعمل ممرضة رئيسية، وزينب باء وسيطة، ومونيا باء زوجة الطبيب المسؤولة المالية بالمصحة المتهمة بالتلاعب بالفواتير، بالإضافة إلى الجراح مالك المصحة أي الدكتور تازي. ووفق مصادر خاصة فإن زوجة الدكتور حسن تازي كانت تتلقى أزيد من 20 مليون سنتيم يوميا من محسنين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يمتلكها الدكتور الحسن التازي، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وحاولت زوجة الدكتور التازي التملص من مسؤوليتها وادعاء معاناتها من أعراض نفسية وعقلية لحظة إيقافها والتحقيق معها. إذن كانت كتحاول أنها تهم رجال الأمن والناس ديال التحقيق بأنها كتعاني من مرض عقلي، مرض نفسي. للأسف، لأن هادشي كان المفروض أنهم يفكروا فيه قبل، لما كانت شفاوش. فقلنا بأن ويتابع في حالة صالح كل من فاطمة ك وفاطمة حاء وسعيدة عين وجميعهم جميع مستخدمات بالمصحة. ووفق بلاغ مديرية الأمن
أمس الأحد، فإن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسي، وهي زوجة الجراح التازي المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين على مواقع التواصل الاجتماعي والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السبت 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير والاستعمال في فواتير تتعلق بتلقي العلاج. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، هذا ما كان في هذا الخبر اللي سردناه عليكم، اللي خلق ضجه لمده اسبوع، ولكن الكل كان عنده تساؤل شكون هذا الطبيب الجراح المعروف الى يوم الاحد، فاش خرج البلاغ وتم اعطاء الاسم ديال الطبيب الجراح اللي تورط في هذه العمليه ديال النصب والاحتيال واختلاس تبرعات من طرف محسنين اللي كانوا كيتمنوا انهم هذوك الاموال ديالهم يكونوا سبب في ارجاء الفرحه ديال بعض الاسر المعوزه اللي كيعانيوا من تشوهات خلقيه او من يعني جرح على مستوى الوجه سيكاتريس، ف ما تمنيناهاش وما بغيناهاش لتا شي واحد، وبالاخص ملي كتكون شهير معروف ما خاصك حتى شي خير برزقك بالفيلا ديالك او الاملاك ديالك، فهذه حتى واحد ما غادي يتمناها.